ما بيسمع معه؟ ما بيسمع نهائيا ولا بيحكي؟ نهائيا. يعني بيطلع معي بيضايقني، بيطلع مع امه بيضايقه، بيطلع مع اخوه الاكبر منه بيضايقه، وقت ما بنفهم عليه او ما بيفهم علينا بامور شغلات هيك بيضرب حاله وبشد شعره هيك الامور هي. بس والله يعني بدي اقول لك متفائلين يعني ما كل هالشيء. قرأه انت؟ لا انت قرأه. ما بدي بصوتك. ما بقدر. ويسرنا انه بلغكم يقبلوا ابنكم رامي سيد بكور. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. الله وبركاته. أريد كل عام وانتم بخير. وانتم بعد بخير ان شاء الله. مرحبا عمو. الله. كيفك؟ ما بيسمع معه؟ ما بيسمع نهائيا. ولا بيحكي؟ نهائيا. نحن يعني كنا عم نعمل تقرير عن الحالات، بدك تعرف العيد وخاصة للأطفال. فبنعمل تقرير عن الأطفال اللي ما عم يقدروا لا هم ولا أهاليهم يشاركوا يعني يفرحوا الفرحة فرحة العيد. الله يجزيكم. فجينا نشوف شو اسمه؟ سلامة. رامي. رامي طارق سيد بكور. رامي طارق سيد بكور. نعم. الله يخليك يا رب. الله يكرمك يا استاذي. كيف العيد معكم؟ اشتريت له ثياب لرامي ولا ما اشتريت؟ والله لا علينا، نحن عملنا اشترينا له ثياب وجبنا له العاب وفرحنا ان شاء الله. بس يعني عنده النقص هذا، عنده مشكله بالسمع. شو المشكله بالسمع؟ والله مشكله من لما خلق عنده مشكله نقص بالسمع، والنقص يعني شديد. يعني ما انه حاولنا كثير بالسماعات يعني انه يستفيد، ما يعني ما ركبت له سماعه، ركبنا ما في افاده نهائيا. هيك ما حرام الضحكه هاي، ما بعين الله. والدكتور يعني قال يا اخي اذا ما استجاب بالسماعات يعني بدي اضطر لزراعه الحلزون. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. والله حرام هاي ليك ما شاء الله عنه. الله يخليك يا رب. امين يا رب. امين. كيف هيك عايش معه؟ كيف حياتك معه؟ والله حياتنا معه يعني كل شيء على كيفه. ما خرج نتعامل معه يعني كل الاكل اللي بده اياها مثلا، يعني في كثير امور ما محسن بفهم عليه يعني. طيب لنفرض هو جوعان، هو عطشان، هو بده يروح على الحمام، عشان بيأشرنا على المطبخ مثلا، بده بيأشر تأشير. كيف بيأشر؟ بيأشر تأشير، بيأشر بيده هيك مثلا نعاد باتجاه المطبخ. ايوه باتجاه المطبخ. بقى نحن ما نشوف كل صحن بصحنه ما نفرجيه لحتى بقى يخطر شيء على باله. الله صعب هيك. اي أيوة والله بعين الله. ايوه. وبالشارع لعبه كله على كيفه، قليل من الاولاد بيلعبوا معه. يعني بتعرف انت تعامله مع الطلاب وتواصله معهم مع الاولاد، ايه في مشكله شوي يعني. اما الاولاد ما بحب يلعب معه. ايه ما كثير وبيضايقهم يعني. يعني ما بفهموا عليه ولا هو بفهم عليه هون، فبالتالي هو بيطبطع حاله. ما صعب هيك عليك؟ ايه ايش ما نسوي؟ انا والله على طول مراقبه. يعني انا بقعد هون بيكون عم بيلعب مع الاولاد. اجباري بضل تحت العين هذا لا بسمع لا يجي يعني يجي ميتور يجي يعني شغله. في اخوه الاكبر منه على طول مرافقه، يعني فعلا مضايقه لاخوه. يعني فبالتالي اخوه ايمن بده يروح تمام بده يكون اجره. وايش من شال اخوه؟ ايش من لعب؟ واخوه طفل يعني كمان. ايه بالرغم من ذلك يعني عم بيضايقه لاخوه. هيك بدنا نضل؟ ايش بسوي؟ بعين الله. هي زراعه الحلزون ما في منها هون بسوريا؟ والله السنه الماضيه عملوا 5 حالات زراعه 5 بنتذكر بباب الهواء يمكن. اي باب الهواء. نعم. اي يعني نسبه كثير كبيره في المحرر. يعني هلا اقترحوا 60 اسم وبده يرتفض منهم بكره. يعني وناطرين يعني مثل ما بقول صعب الواحد يتامل بشغله وترجع تروح تامل بكره. يعني ان شاء الله خير، والخير فيما يختار الله. بس والله يعني بدي اقول لك متفائلين يعني ما كل هالشيء. ما في يعني 60 اسم بده ياخذوا منه نسبه قليله يعني بين اي وبين لا. يعني هذا الموضوع بقى عند رب العالمين. شغلك هالموضوع انت اشتغلت يعني سعيت له؟ والله كثير ما شوي. وين سعيت شو؟ يعني هلق منظمه السامز السنه الماضيه كمان اقترحت مجموعه من الاسماء. يعني مثل ما قلت لك انه اخذوا 5 اسماء من على مستوى المحرر. هي 5 اسماء ما الواحد كان متامل. وانا بجوز ما بتغطي مدينه، كيف بتغطي مجموعه من المدن ومجموعه من القرى وهالريف الكبير يعني. اي سبحان الله. وان شاء الله السنه يعني مثل ما قلت لك بين التفاؤل والتشاؤم. يعني مشكلة في تجربة سابقة قبل انه تجربة سابقة الرفض يعني. لك ليش يعني والله سعينا وطلعنا هويات من المنطقة الشمالية وامورنا ان شاء الله جاهزة، هلا بس ناطرين الرد. والرد كله خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله رب العالمين متفائلين خير. بيسبب لحاله مشاكل بقلة سمعه او ممكن هلا هو يعني احيانا بيأذي حاله مثلا الوقت ما بنفهم عليه او ما بفهم علينا بامور شغلات هيك بيضرب حاله بشد شعره هيك الامور هي. ايه لانه والله كمان هو انا بحط حالي مكانه انه بده يعبر عن شغله خيو ما بحسن وما عم يحسن. نعم. يعني عم يفش خلقه بحاله. بده يفش خلقه بحاله. نعم. يعني بيطلع معي بيضايقني، بيطلع مع امه بيضايقه، بيطلع مع اخوه الاكبر منه بيضايقه. يعني سوء التواصل يعني. وما عندي غيره يعني. لو في تجربه سابقه يعني كنا تعلمنا على التاشير، علمناه واخذ وعطى. ما عم بتعلموا هلا التاشير؟ ما نحن ما بنعرف يعني الشغله نحن بنجهلها ما خرجنا نعطيها. فبالتالي انا هالفتره هي ان شاء الله يعني متأمن خير ان شاء الله. اذا مش الحال مشي، ما مشي بقى ما نضطر اخير رفع الضحكه ما نضطر بقى. الله يخليك. امين يا رب. الله يكرمك يا رب. شو بتتمنى بامنياتك؟ والله امنياتي هذا ما في. شو بتتمنى؟ انه يسمع. سبحان الله انه واحد عم يتمنى شغلي
بجوز اللي ما عندهم هاي المشكلة ما بيحسوا بهاي النعمة. عندك أمية ثانية؟ خاصين. والله يفرجه. أب ضعيف قدام أولاده. أي والله. أنا سبحان الله وقت بمرض واحد من الأولاد بنزل لذاته وبمرض معه، فما بالك بهي المشكلة؟ بعين الله. الله وإن شاء الله متفائلين خير، إن شاء الله رب العالمين. شو بدك تعي؟ إيه، إنه الله يجبر بخاطره وخاطرنا. لأنه هو بجوز ما يحس كثير مثلنا. ما راح يحس حتى يكبر. إيه، ليكبر بده يحس. بس الأهل هن اللي بيتعبوا. نحن من لما خلق تعبنا معهم. يعني هلا أول ما خلق يعني ما بقول الواد ايش قد ما كان صغير تضرب الباب بتحرك شغله عامله بنتبه اذا كان نايم بفيق ما نهائيا. انا قلت معناته مشكله او مثلا قله انتباه او قله تركيز. الله بيعين فيهم. الله ان شاء الله هيك تحقق اللي ببالك والله ما بيخيبكم ان شاء الله. ان شاء الله هيك بيرجع بيسمع وبشوفوا عم يلعب مع الاولاد ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قبل ما نروح في شباب بدهم يقدموا عيديه لرامي. الله يجزيكم الخير يا رب. أول شغلة هاي العيدية لرامي. الله يجزيكم خير يا أستاذ. وبتعرف تقرأ حضرتك؟ أنا أستاذ مدرسي. بالله أستاذ مدرسي. أستاذ بسك؟ إي والله أستاذ مدرسي. أستاذ مدرسي وأستاذ تعزم. إيش مساوي؟ بعين الله. طيب في كرة مشروطة هاي المرة. بسم الله. رنا بصوت عالي. لا إله إلا الله. رنا بصوت عالي. قرأها أنت. لا أنت قرأها. ما بدي بصوتك. ما بقدر. أستاذ مدرسي. بدك تقرأ بصوتك. اقرا انت معلش. نحن مصر بصوتك. لا اله الا الله. عيد فطر سعيد وكل عام وانتم بخير. اسرت منظمه الامين المساند الانسانيه تهنئكم بعيد الفطر السعيد ويسرنا ان نبلغكم بقبول ابنكم رامي سيد بكور. الله يجزيكم الخير. حياكم يا رب. ان شاء الله الله يشافي لك يا رب. هي دموع غاليه بتنم عن اب عظيم والله. يعني ما بس استاذ عم يربي اجيال. بعين الله. ألف مبروك إن شاء الله. آمين. وخبرونا بقبول ابنكم. الله يجزيكم خير. وراح يدخل إن شاء الله خلال أقل من أسبوع. إن شاء الله. خبرونا إنه في فريق سعودي راح يرجع راح يجي مشان يجري العمليات راح يركب أحدث جهاز موجود بالعالم. الله يجزيكم خير. ونحن بنعرف كان سابقا إنه الأجهزة بدك تزرع قبل وبتستنى شهر حتى تزرع الزرعة الثانية. خبرونا إنه هذا الجهاز حديث فهو العملية كلها على بعضها ما بتسرق 3 أيام بيرجع يسمع. فنحن إن شاء الله خلال أسبوع راح يرجع رامي يسمع إن شاء الله. وهم الشباب راح يتواصلوا معك راح يخبروك بإنه إقامته وسكنه ونقله كل هذا هن متكفلين فيه إن شاء الله. فألف مبروك إن شاء الله. آمين يا رب. الله يبارك فيكم. فرحت لفرحك وفعلًا الله يبارك فيكم يا رب. وإن شاء الله والله ناطرين على الجمر وإجا فرج الله.